انا نادر الخياط، عضو فريق الفا، كنت بسابق قبل كده تقريبا من اقدم المتسابقين في مصر، 54 سنه يعني، بس لسه شغالين يعني. داخل مع فريق الفا المره دي بقالي سنه من اول السيزون، وداخل بباجي ياماها واي اكس زد متعدل بالكامل في شركه سلوكي، يعني من اكبر الشركات في العالم بتعدل العربيات، يعني جايبها جاهزه كده من بره. وداخل معايا ايهاب الحسيني كو درايفر، وان شاء الله تبقى نعمل كويس يعني باذن الله في البرولوج وفي الرالي ان شاء الله جوه الصحراء. يعني انا تقريبا اقدم المسابقين في مصر، انا مش عارف عدد قد ايه، بس انا بسابق من سنه 90 سباقات سرعه، واول ما درفت بدا كنت بدخل سباقات رالي في الامارات وفي الاردن وفي لبنان. اول سباق شاركت فيه بره كان سنه 92، كان في الاردن، سباق اسمه مرتفع، سباق تسلق مرتفع الرمان، ده جولة من جولات بطولة العالم تسلق الهضاب، تسلق جبل عالي يعني، وكل واحد بيدخل لوحده وبيعمل رقم يعني رقم قياسي وكده. من 92 قعدت أشارك في مرتفع رمان جنب السباقات هنا في مصر لغاية ما بطلت في الأردن وفي الإمارات سنة 2000، دخلت بعد كده 2004 ودخلت 2013 و14، بدخل بعربية ستوك، فالحمد لله باخد أول فئة العربيات ستوك اللي هي من غير أي موديفايدز، من غير اي تعديلات. اول رالي اشارك فيه في مصر هنا كان رالي الفراعنه سنه 93، وبالصدفه يعني كان الرالي طبعا كان بيتعمل على مستوى مصر كلها، الصحراء الشرقيه وغربيه، بالصدفه كان رالي الفراعنه ساعتها كان معمول في منطقه الجونه، كان لسه الجونه من غير بوابات، يا دوب كانت اوتيلين بس، وكان معمول على الناحيه الثانيه، كنا بنوصل لغايه هنا ونرجع تاني، فأخذت المركز العاشر فيه وأول مصريين يعني الحمد لله. ده لكن عدد سباقات مش قادر يعني أعرف العدد قد إيه، بس أنا عندي عدد سباقات أنا الحقيقة مش قادر أحصيه قد إيه، سواء في مصر أو بره مصر، ما بين سباقات السرعة وما بين الراليات أو الكارتينج أو الكلام ده كله. طبعا الجونة أنا عايز أقول حاجة، إن هي سابقة الفكر شوية بفترة بمساحة كبيرة، يعني مسافة كبيرة، في ان هي تستضيف حاجة سياحة رياضية زي دي او سياحة سفاري. الاجانب زي ما احنا شايفين بيتفرجوا وحاسين انه البلد فيها رياضة، وفيها فيها فيها رياضة، مش اي رياضة، بس الرياضة مش كرة قدم بس، احنا بنتكلم عن رياضات سياحية متعلقة بالسفاري. هم بيصوروا الكلام ده وبيعملوه على السوشيال ميديا، فكل الناس برا مصر بتشوف ان احنا عندنا في مصر انشطة زي دي، بتطلع الصحراء، الدنيا امان، الدنيا جميلة، مفيش اي حاجة، مفيش اي مشاكل. وعلى فكرة يعني سباقات الرالي او الراليات الصحراوية دي اظن رقم واحد في الجذب السياحي اكتر من اي رياضة تانية. يعني احنا ما بنتكلمش في الرياضة بقى كرة قدم، طايرة، يد، سلة، ملاكمة، كاراتيه، الكلام ده كله، لا، الكلام ده كله ما بيجذبش السياحة زي الرياضات السياحية اللي احنا فيها دلوقتي، اللي هي رالي الجونة. فالفكر ان في الجونة هنا يحتضنوا الراليات ويحتضنوا الفكر ده، دي حاجة جميلة جدا يعني، واظن هم الوحيدين اللي عاملين السبق ده في مصر. يعني في نقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها، الفرق بين رالي الجونه والرالات الاخرى، ان رالي الجونه منطقته في الصحراء الشرقيه، فاحنا بنسابق بس في الصحراء الشرقيه اللي هي ما بين البحر الاحمر ووادي النيل، اللي هو وادي النيل اللي هي الحته الخط بتاع الصعيد، بني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج لغايه هنا واسوان، احنا بنسابق في المساحه دي. فالراليات بقى يعني لو قلنا في راليات تانية في مصر، كان في رالي الفراعنه كان بيلف كل الكلام ده، الصحراء الشرقيه والصحراء الغربيه. طبيعه الارض هنا ارض ناشفه، ما فيهاش غرز، طرق وعره، فيها تراكات سريعه، في حتت بنمشي فيها على الاول، ما بنجيبش سرعات عاليه، ما فيش في غرز فيها الا يمكن حته لا تتعدى 3 كيلو 4 كيلو، على عكس الصحراء الغربيه فان هي كلها رمله يعني وكده. فهنا الارض زي ما قلت كلها تراكات وديان،
لو دخلت وادي غلط انت خلاص كده ضيعت وقت كتير، عشان تخرج منه تاني هتضيع لك ربع ساعة. فعايزة حذر كبير جدا، وعايزة حذر من الملاح كمان يبقى مركز اكتر في النافيجيشن، ما يسرحش مع السواق لو السواق المتسابق اللي سال العربية يكون سريع يعني.